قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج بكل صراحة. سوف نتكلم في هذه الحلقة عن موضوع يهم كل إنسان على وجه هذه الأرض. كل من يشاهدني الآن، سواء كان رجلا أو امرأة، صغيرا أم كبيرا، كان غنيا أو فقيرا، كان مريضا أو صحيحا، الكل يهمه موضوع هذه الحلقة. سوف نتكلم فيها عن قصة النهاية، نهاية كل إنسان على وجه هذه الأرض. كل من يشاهدني الآن لابد أن يسأل نفسه هذا السؤال: كيف ستكون نهايتي في هذه الدنيا؟ هل استعد الواحد منا لهذه اللحظات، للحظة لابد منها؟ أي لحظة هذه؟ كل نفس ذائقة الموت. كل نفس، عش ما شئت فإنك ميت. قد يظن الإنسان أحيانا أنه صحيح الجسد، قد تظن الأخت الفاضلة أحيانا أنها سليمة الجسد وأنها لن تموت وأنها ستعمر في هذه الحياة، ولا تدري فجأة يأتيها الموت بغته. هكذا هي الدنيا، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. هذه الدنيا بزهرتها وزينتها وجمالها وخضرتها، يوم من الأيام الشجرة ستذبل، يوم من الأيام الأوراق ستصفر، يوم من الأيام ستتساقط هذه الأوراق ثم تذروها الرياح. وكان الله على كل شيء مقتدرا، المال والبنون، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات، والباقيات الصالحات خير. هذه الدنيا ستزول يوم من الأيام، خضرتها، زينتها، جمالها. انظر إلى من حوى الدنيا ليجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ أين الملوك؟ أين الجبابرة؟ أين الأغنياء؟ أين الأثرياء؟ أين اللاعبون؟ أين الأصحاء؟ أين الأقوياء؟ كلهم جاءتهم منيتهم. يوم القيامة يصور الرب عز وجل امرأة عجوزا شمطاء بادية أنيابها، لونها قد ازرق، ينظر الناس إليها في المحشر فيخافون منها، فيقول الرب عز وجل: أين أتباعها؟ أين أتباع هذه العجوز الشمطاء؟ فيخاف الناس منها، من يتبع هذه؟ من يريد هذه؟ يهرب الناس منها، فيقول الرب عز وجل: هذه الدنيا التي عليها تقاتلتم وتخاصمتم، من أجلها تركتم عبادة الله عز وجل. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. اليوم في هذه الحلقة سنتكلم عن اللحظات الحاسمة، عن السكرات الأخيرة. سوف نفصل تفصيلا دقيقا ليعرف الإنسان حقيقة هذه الدنيا. إي والله، حقيقة فانية زائلة. دخل أبو العتاهية شاعر الزاهد على هارون الرشيد، دخل عليه وقد بنى قصرا عظيما، فقال له أبو العتاهية:
عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور. عش واستانس، يجري عليك بما أردت من الغدو من البكور. فإذا النفوس تغرغرت بزفير حشرجة الصدور. فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. هناك ستعلم أيها الأخ الحبيب، أيتها الأخت الفاضلة، في هذه اللحظات الحاسمة التي لا بد منها سنعرف حقيقة هذه الدنيا، لا بد من هذه اللحظات. كونوا معنا في هذه الحلقة لنفصل لكم كيف تخرج هذه النفس وأين مصيرها. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنكبي فقال: يا عبد الله، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، اجعلها ممرا ستخرج منها يوما من الأيام. وكان ابن عمر دوما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، خذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. كما قال بعضهم: لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأيام كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. وهذه الدار لا تبقي على أحد، ولا يدوم على حال لها شان. جاء في بعض الآثار أن ملكا أو ملكا من الملوك كان ثريا، كان غنيا، كان مغرما بهذه الدنيا، أراد أن يسافر، فلبس أحسن لباسه وركب أفضل مراكبه ومشى في طريقه، والناس ينظرون إلى من ملك الدنيا بأجمعها، ينظرون إلى هذا الرجل الذي عنده من الثروات التي يظن بها أنه سيخلد في هذه الدنيا. فجأة وهو يمشي في طريقه اعترضه رجل فقير بث الهيئة مسكين، نظر إليه فقال وسلم عليه فلم يرد السلام. قال: ابتعد عني أيها الرجل، أنت في طريقي. قال: لن أبتعد، أريدك بحاجة. قال: ويحك، ماذا تقول؟ قال: أريدك بحاجة. والناس حوله يتعجبون: من هذا الذي يجرؤ على هذا الملك، هذا الغني الثري، هذا الطاغية الظالم، من يجرؤ عليه؟ قال: قل ماذا تريد. قال: لا، الأمر سر بيني وبينك. قال: ويحك. قال: نعم، سر بيني وبينك، فانزل. فنزل الرجل. قال: ماذا تريد؟ قال: عرفتني؟ قال: لا. قال: أنا ملك الموت، أنا مفرق الجماعات، أنا هادم اللذات. اصفر الرجل، اضطرب، خاف. قال: أمهلني دقيقة، أمهلني ساعة، أودع أهلي وأولادي. قال: لم أؤمر بهذا. فنزع روحه فخر كأنه خشبه. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. هذه اللحظة لا بد منها، طال الزمان أم قصر، استغنى الإنسان أم افتقر، طال عليه الأمل أم قصر، قوي جسده أم ضعف، فالموت يأتي بغتة ولا مفر منه أبدا. الكل سيموت يوما من الأيام. أعظم الناس مات، محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله فيه: إنك ميت وإنهم ميتون. لما مات عليه الصلاة والسلام قال الرب عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. موسى عليه السلام لما جاءه ملك الموت يقبض روحه اعترض،
أراد أن يعيش أكثر من هذه المدة، فأوحى الله إلى ملك الموت أن يقول لموسى عليه السلام: ضع يدك على ثور، يدك ضعها على ثور، ولك بكل شعرة تحت يدك سنة تعيشها. قال موسى عليه السلام: ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن إذن، خلنا نموت الحين، إذا كانت النهاية الموت إذا ما فائدة هذه الحياة؟ يا ابن آدم، إنما أنت أيام، إذا ذهب يومك ذهب بعضك. كل العظماء سيموتون. أبو بكر الصديق رضي الله عنه قبل موته وكان يحتضر وعنده ابنته عائشة الصديقة رضي الله عنها، بكت لما رأت أباها فقالت شعرا: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى، إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فقال أبو بكر الصديق لابنته وهو يحتضر: قال يا بني قولي أحسن من هذا. قالت: ما أقول يا أبي. قال: قولي. وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. سكرة الموت لا بد منها. عمر الفاروق الذي بشر بالجنة طعن وهو يصلي، وجاءت منيته وجاءت لحظات الموت. وأي خاتمة حسنة ختمت لعمر. قبل أن يموت قال لابنه عبد الله: يا عبد الله، ضع خدي على الأرض. فأنزل عمر إلى التراب فوضع خده على التراب وهو يحتضر. فقال عمر وعيناه تدمعان، قال: ويل لي وويل لأمي إن لم يغفر لي ربي. كل نفس ذائقة الموت. أيها الملوك، أيها الأمراء، أيها العظماء، أيها الأصحاء، أيها الشباب، أيها الصغار، أيها الكبار، الموت لا بد منه. لا تظن أن أموالك ستحميك منه، لا تظن أن صحتك ستمنعك من ملك الموت أبداً. الخليفة المأمون قبل وفاته وهو يحتضر قال لجنوده وعسكره: احملوني وضعوني على الأرض، نزلوني من السرير، حطوني على الأرض. فوضع على الأرض فدمعت عينا الخليفة المأمون، ثم قال وهو ينظر إلى السماء: يا من، يا من لا يزول ملكه، ارحم من زال ملكه. كل من عليها فان، كل من على الأرض سيفنى يوما من الأيام، ستضعف نبضات القلب، ستوهن القوى، ستبرد القدمان يوم من الأيام. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هارون الرشيد قبل أن يموت قال: أين قبري؟ فحملوه إلى قبره بيشوف قبره قبل ما يموت، قال: أنزلوني فيه. فأنزل فيه فإذا به يقول: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. هذه الحقيقة لابد أيها الإخوة والأخوات أن نفكر فيها ولو للحظات. خلونا شوية اليوم نقعد نفكر في هذه النهاية، كيف ستكون نهايتنا؟ أين ستكون؟ ما بعد الموت؟ ماذا سنفعل؟ كل منا يستعد لهذه اللحظات وهذه الدقائق التي هي لا بد منها. كل نفس ذائقة الموت، إنك ميت وإنهم ميتون. الغريب غريب الشام واليمن، إنه
الغريب غريب اللحد والكفن إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن. المصيبة في الموت أنه يأتي بغتة بلا مقدمات بلا منبهات فجأة، بينما الإنسان يلعب مع أصحابه، بينما هو في غفلته، بينما هو في لهوه ولعبه، ينزل عليه ملك الموت بلا أي مقدمة وبلا أي تنبيه. بينما الإنسان نائما لا يستيقظ من نومه، بينما هو خارج من بيته يودع أسرته وأهله، يقول لهم سأرجع آخر النهار أو منتصفه، يخرج لكنه لا يرجع. فتاة في أجمل ليلة في حياتها، ليلة العرس، كانت في الصالون تتجهز، أحلام، آمال، فرح لا تسعها الدنيا من فرحها، خرجت من الصالون إلى صالة العرس والناس ينتظرونها، أهلها وأقرباؤها وأصحابها. وهي في الطريق نزل عليها ملك الموت، قبض روحها في حادث سيارة أليم. يقول زين العابدين رضي الله عنه: تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت أكفانها وهي لا تدري. وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر. وكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. تجهز، نفسك إذا خرج قد لا يعود إليك مرة أخرى. هذه الضحكات الآن قد تتحول فجأة إلى بكاء، إلى عويل ونحيب. من منا يضمن أن يرى الشمس طالعة؟ من منا يضمن أن يقوم من مجلسه الآن؟ كل منا يذكر، أو أكثرنا سمع وربما شاهد، ذلك الرجل وهو يلعب في ملعبه بكامل قوته وصحته، استلقى على ظهره ونزل ملك الموت في الملعب أمام الملايين التي تشاهده وقبض روحه. مغني في المسرح والكاميرات تصور والجمهور ينتظر والكل يترقب أغنيته، يخترق الصفوف ملك الموت ليقبض روحه. يأتي الموت فجأة، يأتي الموت بغتة، تلك السكرات التي سنتكلم عنها. وهذه الأحوال والقيامة الصغرى للإنسان مصيبة أنها تأتي فجأة وبلا أي مقدمة، في لهوه، في غفلته، في طربه، وربما في عبادته، فجأة يأتي ملك الموت فتظلم الدنيا وينتهي كل شيء. فجأة والإنسان ربما في لهوه ولعبه، ربما بين أولاده وأهله، ربما في عمله، ربما في غفلته، فجأة يحس أن النبض
نبض قلبه بدأ يضعف، يحس أن النفس بدأ يثقل، يحس أن السماء بدأت تظلم والوقت نهار، يحس أن الضوء بدأ يخفت، بدأ كأنه يسمع نبضات القلب وكأن بين النبضتين سنة من الذكريات. بدأ الألم يعتصر قلبه، ينظر من حوله يضحكون، أما هو قد مسك صدره وقلبه وضاع منه الضحك. ينظر الناس إليه يضحكون ويتكلمون ويسألونه وينادونه، لكنه بات لا يسمعهم. الصوت ضاع والضوء بدأ يخفت والنفس يثقل، وكأن السماء قد أطبقت على الأرض وهو بينهما. أحس بالذين من حوله ربما سقط على الأرض وربما على الفراش، أحس بأن الناس حوله بدأوا يصيحون، بدأوا يصرخون، بدأوا يحركونه. فجأة ربما في المستشفى، ربما في البيت، ربما في الطريق، ربما في حادث سيارة، لعله يرى الطبيب حوله، وربما في المستشفى والأجهزة حوله، وهو يعلم أنه سيفارق هذه الدنيا. كلا إذا بلغت التراقي. الروح تخرج أولا من القدمين فتصعد ويحس ببرد قدميه، وربما أولاده حوله، ربما ينادونه، ربما الزوجة تنوح وتقول يا زوجي إلى من تتركني، ربما الأطفال حوله قد انطرحوا على صدره، تقول ابنته الصغيرة التي طالما لاعبت ولاعبها يا أبي لما لا ترد علي، يا أبي أين وعدك لي بشراء الهدية باللعب، يا أبي هل سنذهب ونسافر كما وعدتنا؟ كلا إذا بلغت التراقي. وقيل من؟ أبوه جاء بالطبيب، أخوه جاء بالطبيب، أدخل بسرعة إلى المستشفى. وقيل من؟ راق. من يعالجه؟ من يدركه؟ من ينقذه؟ من يوقف خروج الروح من جسده؟ وقيل من راق. لكنه علم أنه سيفارق هذه الدنيا، وظن أنه الفراق، وأحس بقدميه قد يبستا، والتفت الساق بالساق. أين سيارتي؟ أين بيتي؟ أين قصري؟ أين أموالي؟ هل سأأخذ شيئا منها بعد أن أخرج من هذه الدنيا؟ إنها النهاية، إنه الفراق. هذا النعيم الذي تعيش فيه سيأتي يوم وتبكي عليه ولا يخرج معك شيء منه. وحيل بينهم وبين ما يشتهون. القصر الجميل راح، الأرصدة ستبقى وتخرج من دونها، الأولاد حولك، أمك تبكيك، زوجتك تنوح، أبوك دمعت عيناه، الطبيب يحاول، الأولاد ينظرون إليك بنظرات حزن. يا أبانا لمن تتركنا؟ سيفارق هذه الدنيا ويخلف كل شيء وراءه.
بينما العبد جالس ربما بين أهله، إن كان صالحا وربما قضى صلاة أو قرأ قرآنا أو دعا بدعاء أو كان في عبادة، فجأة يرى عند رأسه ملكا يستغرب منه يقول: من أنت؟ من أنت؟ أنا ملك الموت. يغيب عن الدنيا، يبدأ بالانقطاع عنها والإقبال على الآخرة. يرى ملائكة بيض الوجوه مد البصر، بيدهم كفن من أكفان الجنة، حنوط من حنوط الجنة، أتي بهذا الكفن ليكفن به ذلك العبد الصالح. أيتها النفس المطمئنة، اخرجي من هذا الجسد، تخرج كما تسيل القطرة من في السقاء. من يرى وجهه علم أن هذه الروح خرجت راضية مرضية. وإن كان العبد فاجرا يرى عند رأسه ملكا يقول: من أنت؟ أنا ملك الموت. ثم يرى ملائكة سود الوجوه مد البصر، يفزع منهم، معهم المسوح، مسوح جاء من النار. أيتها النفس الخبيثة، اخرج إلى سخط من الله وغضب، فتتفرق في جسده تخاف، تخاف أن تخرج من هذا الجسد. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون. يا رب، يا رب، أريد لحظات، يا رب أريد ساعة أتوب فيها، أصلي لأنني ما صليت، أبر والدي اللذين عققتهما، أرجع الأموال إلى الناس، أتلف الذنوب والمعاصي التي أحتفظ بها. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون. لما تريد المكث في الدنيا؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت، لعلي أصلي ما صليت، لعلي أغتسل من جنابة ما اغتسلت، لعلي أتوب إلى الله ما تبت، أقرأ القرآن، أتصدق، أزكي. كلا، إنها كلمة هو قائلها، يقول من حوله: يا فلان قل لا إله إلا الله. ها ها، ماذا تقولون؟ لا يفكر بهذه الكلمات. ليش؟ إنه في سكرات. ألا إن للموت سكرات، من ذاق طعم الموت سكر وربي، وكل الناس يسكرون عند موتهم. قال أفضل الخلق وهو يحتضر بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، إن للموت لسكرات. ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن، إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن. كثير من الناس يتمنى أن لو ختمت له خاتمة حسنة، ولكن أنى له هذا، كل حياته على الذنوب والمعاصي، فلما اقتربت ساعة وفاته أراد أن يقبضه الله عز وجل على حسن عمل، ولكن أنى له هذا. منهم من كان في فاحشة وهو يظن أنه يستمتع بها نزل عليه ملك الموت قبض روحه، وما من ميت يموت إلا يبعث يوم القيامة على ما مات عليه. منهم أربعة شباب سافروا إلى بلد من البلدان، يقول أحدهم: كنا نرقص في مرقص في ملهى ليلي، سكارى ثمالة، كل منهم مع صاحبته وصديقته، يقول: فجأة سمعنا صوت أحدنا يصرخ،
يقول: فسكت الناس، هدأت الأصوات، ذهبت إلى زميلي رأيته على الأرض ملقا يصيح ويصرخ، علمت أنه يحتضر وهو سكران، علمت أنه يموت وللتو قد ارتكب الفاحشة. قلت له وكنت في وعي: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. فقال: زدني كأس الخمرة، زدني كأس الخمرة. يقول: فمات وهو يصيح: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة. لو رأيت حقيقتهم وواقعهم أولئك الذين ما صلوا لله ركعة، أولئك الذين قضوا حياتهم بالذنوب والمعاصي ولم يركعوا لله ولم يسجدوا لله، لو رأيت أحوالهم عند الموت: إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. تضربهم الملائكة ضربا وهم يموتون، أنى لهم أن يقولوا لا إله إلا الله. أحدهم كان على فراش المرض وقال له الطبيب: انتهى العلاج، انتهى الذي بأيدينا، الأمر عند الله عز وجل، ستموت في أي لحظة. قال أخوه عنده: اتق الله عز وجل، تب مما جنيت. وكان الرجل ملحدا، كان يسب الدين بكتاباته ومقالاته ومجالسه، كان ربما سب الرب عز وجل أحيانا. يقول أخوه قبل وفاته: قال لي أريد مصحفا. قلت: لعلها خير، لعلها توبة، لعله رجوع إلى الله. قلت: تفضل يا أخي هذا المصحف. يقول وكان يحتضر، نظر إلى المصحف فقال: أنا كافر بهذا المصحف. فقبض الله عز وجل روحه. كم من شاب قبل وفاته ظن أن الله عز وجل في حال الغرغرة وروحه تخرج سيقبل توبته. قال وهو يغرغر، قال وقد رأى الموت بعينيه، قال: تبت الآن. والله عز وجل يقول: الآن وقد عصيت، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. لن تنفعك التوبة إذا تبت وأنت ترى ملك الموت، وأنت ترى الملائكة أمام عينيك، وأنت تشعر بالروح تخرج. فوالله لو بكيت دما وليس دموعا فإن التوبة لا يقبلها الرب عز وجل. أحدهم اشتد مرضه فسمع أذان المغرب وأولاده حوله، قال: ما هذا الصوت؟ قالوا: أذان المغرب. قال: احملوني إلى المسجد. قال لهم: احملوني إلى الصلاة. قالوا: يا أبانا إن الله قد عذرك، صلي في البيت، أنت مريض، أنت تحتضر الآن، أي صلاة تجب عليك؟ قال: احملوني إلى المسجد، كيف أسمع حي على الصلاة ولا ألبي؟ يقول أبناؤه: حملناه وصلى جالسا بيننا، فلما سجد في السجود الأول لم يرفع رأسه، وقبض الله عز وجل روحه، وسيبعث عند الرب عز وجل يوم القيامة ساجدا. أحدهم وهو يطوف بالبيت في أحد العمرات يقول: رجل سمعت صوت تكبير في الحرم. يقول: فاجتمع الناس في صحن الحرم. يقول: فذهبت فرأيت رجلا على الأرض ملقا وهو يبتسم ويلفظ الشهادتين ويلبس إحرامه، قبض الله عز وجل روحه. يقول: كل من رآه جلس في الحرم وعيونه تذرف دمعا، فرحا بهذا الرجل، فرحا بهذه الخاتمة الحسنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. كم من عجوز ماتت على مصحفها وسجادتها، كم من رجل مات وهو صائم، كم من قائم لليل قبض الله روحه وهو يصلي، كم من حاج، كم من مجاهد أحسن الله عز وجل خاتمتهما. لكن السؤال: كيف سنموت؟ من عاش على شيء شاب عليه ومات عليه،
ومن مات على شيء فإنه يبعث عند الله عز وجل على ما مات عليه. هذه الحفر وهذه القبور هي مصيرنا، فلنحرص على حسن خواتيمنا. هكذا بدأت الدنيا وهكذا تنتهي الدنيا. دخل إليها العبد بلا ثياب ويخرج منها بلا ثياب، دخل ويداه مقبوضتان تريد أن تمسك أي شيء من الدنيا، خرج من الدنيا وقد بسط يديه فلم يخرج منها بشيء. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق. وضع على الألواح فالتفت الساقان، والتفت الساق بالساق. من أتى به إلى هذا المغسل أحب الناس إليه، لم يصبروا عليه يوما أو يومين، لم يدعوه عندهم، لقد بنى لهم البيوت وجمع لهم الأموال ووفر لهم كل ما يريدون من الدنيا، ولكن لحظات وسويعات وقد تخلصوا منه، أسرعوا به لتجهيزه وتغسيله. ها قد قامت قيامته، ها قد بدأت ساعته، كم كان في الدنيا يغسل نفسه، أما الآن قد جاء من يغسله. كم كان في الدنيا يستر عوراته عن الناس، كان يستحي أن يتجرد من الثياب، لكنه اليوم قد جاء من يجرده بلا حول ولا قوة. طرح على اللوح وغسل، ليت شعري كيف لو أفاق في وضعه هذا، كيف لو نظر إلى من يغسله، كيف لو عرف عن حاله، ليت شعري. كم من إنسان فضح في مغسله، كم من رجل أو امرأة هتك الله ستره في مغسله، فبانت عورته وكشفت أسراره وفضح بذنبه. كم من إنسان في هذا المغسل قد تبين خيره ونوره وظهرت رائحته الطيبة. كم كانت هذه الرجل تمشي إلى المساجد، كم كانت هذه اليد تطعم المساكين وتمسح رؤوسهم، كم كانت هذه العين تقرأ المصحف وتبكي من خشية الله، كم كان هذا الوجه يسجد لله جل وعلا، أو إن كان فاجرا كم كانت هذه الرجل تمشي إلى ما حرم الله. والله والله لو غسل ألف ألف مرة فلن يطهر من ذنبه إن لم يتب منه. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. انظروا لهذا الميت ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. من منكم يستطيع أن يرجعه إلى الحياة؟ لو اجتمع أطباء الدنيا، لو تجمع كل أحبابه في الأرض ليرجعوه إلى الدنيا لحظة، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. لن يستطيع أحد، هذه هي بداية الآخرة، هذا هو التغسيل الذي به يغادر هذه الدنيا ليقدم على حياة جديدة أخرى. قال زين العابدين في قصيدته ليس الغريب: وقام من كان حب الناس في عجل نحو المغسل يأتيني يغسلني، وقال يا قوم نبغي غاسلا حذقا حرا أديبا عارفا فطني، فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب وأعراني وأفردني،
وأودعوني على الألواح منطرحا، وصار فوقي خرير الماء ينظفني، وأسكب الماء من فوقي وجردني، وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا، ونادى القوم بالكفن، وألبسوني ثيابا لا كمام لها، وصار زادي حنوطي حين حنطني، وأودعوني على الألواح منطرحا، وصار فوقي خرير الماء ينظفني، وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا، ونادى القوم بالكفن، وألبسوني ثيابا لا كمام لها، وصار زادي حنوطي حين حنطني، وأخرجوني من الدنيا فوا أسفا على رحيل بلا زاد يبلغني، وحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال، وخلفي من يشيعني، وقدموني إلى المحراب وانصرفوا. ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن، إن الغريب له حق لغربته، على المقيمين في الأوطان والسكن، وحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال، وخلفي من يشيعني، وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام، فصلى ثم ودعني، صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود، لعل الله يرحمني. ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن، إن الغريب. هذه اللحظات لا بد منها، لا بد من يوم تحمل فيه على الأعناق، إن كانت الجنازة صالحة تقول لمن يحملها قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك تقول لمن يحملها يا ويلها، أين تذهبون بها، أين تذهبون بهذه الجنازة؟ قد كنت عند أهلي، عند أولادي، عند أحبابي، ما بالي اليوم أحب الناس إلي من يحملني ويسرع بي إلى الدفن. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته، يوما على آلة حدباء محمول، يوم من الأيام مهما طالت السلامة، مهما طال النعيم، سيأتي عليك مثل هذا اليوم، تحمل إلى هذه الأرض الموحشة. أحب الناس إليك من يحثو على وجهك التراب، أقرب الناس إليك من يسرع في دفنك. أحب وأغلى الناس في هذه الدنيا من يدعك وحيدا في هذه الحفرة. جلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند قبر، ولما يلحد الصحابة كانوا يحفرون يريدون دفن ميت، فجلس النبي عند القبر وبيده عود ينكت الأرض، ودمعت عيناه،
وقال لمن حوله، قال: أي إخواني، لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا. ومن ورائهم برزخ، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كم منا من يمر على المقابر فيسأل نفسه سؤالا: ماذا سيكون ذلك اليوم الذي تدخل فيه إلى هذه الحفرة؟ كيف ستؤثث بيتك؟ يتبع الرجل في جنازته أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان، الأهل والمال يرجعان ويبقيان في هذه الدنيا، ويدخل معه في القبر عمله، إن كان صالحا فهو صالح، وإن كان فاسدا فهو فاسد. الآن يدخل إلى القبر وروحه في السماء، إن كان صالحا فقد أدخلت، فتحت له أبواب السماء، وإن كان فاجرا، إن كان عاصيا، فإن روحه قبل أن يدفن لا تفتح له أبواب السماء. لا تفتح لهم أبواب السماء، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. يدخل إلى حفرته ويحثى عليه التراب، ثم تنزل إليه الروح فيسمع قرع النعال. كان عثمان بن عفان إذا جلس في المقبرة بكى، قالوا: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال: إنها أول منازل الآخرة، هذا القبر أول منزله، فإن خفف على العبد كان ما بعده أخف، وإن شدد على العبد كان ما بعده أشد. فإن كان الإنسان فاجرا وكان الرجل عاصيا فإن روحه لا تدخل إلى السماء، فإن كان مشركا ألقيت روحه من السماء إلى هذه الحفرة تطرح طرحا. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، تسقط الروح من السماء إلى الأرض فتخطفه الريح، أو تهوي به الريح فتخطفه الطير، أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وأدخل هذا الجسد بيته الحقيقي، بيت الظلمة والدود. هذه الحفرة ستكون يوم من الأيام مكانك يا عبد الله، إنها بيتك، قصرك الذي تسكن فيه سيكون هذه الحفرة، غرفة نومك هذه المساحة التي تراها. أتريد أن ترى فراشك؟ هذا هو فراشك، فراشك يا عبد الله. تريد أن ترى لحافك وغطاءك؟ هذا لحافك وهذا غطاؤك يا عبد الله. تريد أن ترى مساحة الغرفة؟ تمتع وانظر، من أنيسك؟ من جليسك؟ فارقت موضع مرقدي يوما ففارقني السكون، القبر أول ليلة، بالله قل لي ما يكون. كيف سأنام أول ليلة في هذا القبر، في هذه الحفرة المظلمة، في هذا المكان الموحش؟ من سيؤنسني؟ من سيكون جليسي يا عبد الله؟ إن كان عملك صالحا سيأتيك جليس صالح في مثل هذا المكان، يؤنسك، يجالسك، وجه حسن يجيء بالخير، عمرتك، حجك، قراءتك للقرآن، صلاتك، صدقتك، برك للوالدين، يؤنسك هنا في هذه الحفرة. وإن كان عملك خبيثا، ترك للصلاة، عقوق للوالدين، زنا وفجور، فوجه سيء قبيح يكون جليسك في هذه الحفرة. هذه الحفرة الضيقة تضيق على بعض الناس حتى تختلف أضلاعه، يا ويله، حفرة ضيقة موحشة، فكيف إذا ضاقت؟ ومن الناس من كان صالحا يتسع هذا المكان له مد البصر، ويفرش له من الجنة، يأتيه من ريحها وروحها ونعيمها. ومنهم والعياذ بالله من يوضع في هذه الحفرة
فيأتيه ملك بصخرة يضرب بها رأسه يفجر رأسه، ثم يعود فيضربه مرة أخرى. من نام عن الصلاة ومن أكل الربا جلس في هذه الحفرة في نهر من دم يرمى الحجر في فمه والعياذ بالله. منهم من يكون له القبر حفرة من النار لأنه كان يأتي الزنا وأجلكم الله. هذا القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هذا بيتك يا عبد الله، ماذا فعلت من أجله؟ ماذا صنعت لهذه الأيام؟ هل من الآن الواحد منا استعد يؤثث هذه الغرفة بالعمل الصالح، بالدعاء، بالصدقات، بالذكر؟ أم أنه والعياذ بالله ضيع أيامه ولياليه؟ فكر يا عبد الله، مصيرنا هنا في هذه الحفرة المظلمة، في هذه الحفرة الضيقة. البرزخ لا بد منه، إما نعيم وإما جحيم. احرص من الآن أن تستعد. والله لو أجلست في غرفة أو صندوق مظلم دقائق ما تتحمل، كيف بحفرة مثل هذه؟ دقائق يسمع قرع النعال تأتي الديدان تهجم عليه. والله لو رأيت الميت بعد 3 أيام لا تتحمل ولا تطيق رؤية منظره. استعد لهذه الحفرة وتجهز لهذا المنزل، فإنك لا بد وساكنه. هذه هي النهاية وهذا هو المصير. إن الظلام موحش والسكون قاتل، هذا ونحن نسير بين القبور، كيف بمن يعيش فيها؟ كيف بمن يسكنها؟ كم حولي من معذب ومنعم، كم حولي من معذب يصيح ثم يصيح ثم يصيح، يسمعه كل شيء إلا الجن والإنس، ولو سمع الإنس صياحهم ما دفنوا موتاهم. ومع هذا يتمنى أحدهم لو ظل في قبره ولم تقم الساعة. كم من منعم الآن في قبره سعيد، وربما يتزورون في قبورهم يتمنون قيام الساعة، يعلمون أن المصير أعظم. ماذا يتمنى أحدهم لو خرج الآن من قبره؟ هل يتمنى تقبيل أطفاله أو رؤيتهم أو يستمتع بشيء من أمواله؟ كلا وربي، يتمنى أحدهم لو خرج من قبره ليصلي ركعتين. دخل عمر بن عبد العزيز على المقبرة فنادى الأموات فقال: أيها الأموات، أيها الموت، ماذا فعلت بهم؟ فلا أحد يجيبهم. ثم بكى عمر بن عبد العزيز وخر على ركبتيه وهو يقول: أتيت القبور فناديتها، أين المعظم والمحتقر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ أخي الكريم، أختي الفاضلة، هذا مصيرنا، هذا مقامنا، هذه نهايتنا. لا يغرنكم بالله الغرور ولا يخدعنكم بعض أهل الدنيا والغفلة. الموت لا يفرق بين صغير ولا كبير، لنبدأ اليوم بداية صادقة بيننا وبين الله. إذا أردنا هذه القبور أن تكون على مد أبصارنا ويأتينا من روح الجنة وريحانها، علينا بركعتين آخر الليل، علينا بالصدقات، علينا بقراءة القرآن، بالذكر، بالاستغفار. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت
فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. لكن عند الموت لن ينفعك شيء يا أخي الكريم، لا تسوف وتسوف وتسوف بكرة وبكرة وبكرة حتى تنتبه وإذا ملك الموت عند رأسك. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. هذا مصيرنا، هذه نهايتنا، هذه بيوتنا الحقيقية، هذه نهايتنا. اليوم أو غدا قد ما نرى طلوع الشمس أصلا. ماذا فعلت؟ ماذا صنعت؟ هل استعد الواحد منا لهذه اللحظات؟ يا نفس توبي فإن الموت قد حانا واعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا. أما ترين المنايا كيف تلقطنا لقطا فتلحق أخرانا بأولانا. وفي كل يوم لنا ميت نشيعه نرى بمصرعه آثار موتانا. أخي الكريم، أختي الفاضلة، كل منا يبدأ الآن صفحة جديدة بينه وبين الله، يرفع يديه إلى الله يدعوه: يا رب، يا رب اغفر لي، يا رب تب علي. فإن الله عز وجل هو الغفور الودود. أسأل الله عز وجل أن يحسن خواتيمنا وأن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.